انت مش هتضحك عليا لا بقهوة ولا شيء. انا عايز حديد العتال محجوز. وبعدين ما هو كل الحديد واحد. لا بقى العتال يعني حديد درجة أولى. أنا رحت المصنع بتاعهم في السويس بينتجوا 1,000,000 طن في السنة وبإيدين رجالة مصريين جدعان وبيتفرز على الفرازة يعني ما فيش قصاية والشرشرة شرشرة مظبوطة بالمسطرة. الحديد بتاعك وصل أهو يا حاج. مش قلت لك العتال ما يتأخرش عننا أبدا. عندك حديد؟ درجة أولى؟ آه حديد العتال. عايز تبني بيتك وتحميه ابني بيتك بحديد تثق فيه.